بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند الآية الثانية التي تختص بأمر الإنفاق، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبني في هذه القضية بناء اقتصاديا اجتماعيا سليما يأتي نتيجة للتفاوت في المواهب، ويأتي أيضا ليثبت للإنسان بأغيار القوة أنه قد يعجز، فإذا ما عجز ووجد من مجتمعه ما يعينه على أمر حياته فرح بمجتمعه الإيماني فرحا لا يجعل للحقد في قلبه سبيلا، ويتمنى هو بعد ذلك حينما ذاق حلاوة العطاء أن يكون معطيا. فالحق سبحانه وتعالى طمأننا بالآية الأولى على أن الصدقة والنفقة لا تنقص المال بل تزيده، وضرب لنا المثل بالأرض التي تؤتينا بدل الحبة 700 حبة، ثم قال وآفة الإنفاق أن يكون معه من، لأنه يفسد قضية الاستطراق الصفائي في الضعفاء والعاجزين. ولذلك سيقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. كلمة الأجر وعند الرب كأنها أحيلت إلى موثوق بأدائه وإلى قادر على هذا الأداء. وانظر إلى الدقة الأدائية في قول الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. كان الكلام يستقيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ولكنك تجد ثم هي لها موقع، لأنك قد لا تمن ساعة العطاء ولكن تتأخر بالمن، فكأنه قال يجب أن يظل عدم المن دائما بحيث لم يمنعك أن تمن وقت العطاء ولكنك تمن بعده. وثم دي للتراخي، ثم احنا عندنا الفاء للتعقيب وثم للتراخي، فكأن بيقول تراخى ومد الزمن مدا حتى لا تتبع النفقة منا ولا أذى وإن طال مين وإن طال الإيه وإن طال الزمن. ثم دي جاية تعمل إيه هنا عشان تديني إيه؟ كما جاءت السين في قول الله سبحانه إني مهاجر إلى ربي سيهدين. إني مهاجر إلى ربي يهدين، أما قال لك لا ده السين دي عشان تتابع الإيه؟ تتابع الهداية، لأن السين تدل على الإيه؟ الاستقبال، فكأن تتابع الإيه؟ كذلك ثم هنا يعني يجب أن تلاحظ أن الله منعك أن تمن وأن تؤذي منعا متصلا متراخيا لا ساعة العطاء. فإيه؟ وإحنا كنا زمان إن كنت تذكرون أن شوقي لما بيتكلم على حمل الأثقال قال إيه؟ قال له أحملت دينا في حياتك مرة؟ أحملت يوما في الضلوع إيه؟ غليلة؟ أحملت منا في النهار مكررا والليل من مسد إليك جميلة؟ وبعد أن عدد كذا وكذا وكذا قال له تلك الحياة وهذه أثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلا. فكأن المن ده عملية إيه؟ عملية. فبيقول الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى اطمئنوا لأن لهم أجر عند مين؟ ليه؟ لأن الذي يمن ويؤذي قد أخذ أجره، خد حقه، خد إيه؟ حقه، ريح نفسه، يبقى ملوش أجر عند مين؟ عند الله.
ولأنه لم يتصور رب الضعيف وإنما تصور الضعيف. لو تصور رب الضعيف وأن رب الضعيف هو الذي استدعاه إلى الوجود وهو الذي أجرى عليه الضعف، يبقى هو الكفيل بأن يرزقه ولا لا؟ فكأنك بتؤدي عن الله. قال إحنا بنؤدي عن مين؟ الله. بنؤدي عن الإيه؟ عن الله. ولذلك كان المقربين، كان المقربون يقولون إننا نضع الصدقة في يد الله قبل أن نضعها في يد الفقير. ولذلك السيدة فاطمة عملت إيه؟ ألم تجل الدرهم وتطيبه؟ فلما سألها أبوها ماذا تصنعين قالت أجل درهما وأطيبه. لماذا؟ لأني نويت أن أتصدق إيه؟ أتتصدقين به مجلوا معطما؟ قالت لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. يبقى أكن اللي عايز بقى ربنا، يبقى هذا الأجر هنا. والأجر عند من يغليه، الأجر عند من يغليه. نعم. ولا خوف، كلمة شوف بقى، ولا خوف عليهم. لا خوف عليهم ولا لا خوف منهم؟ كان يعني دي تمنع الخوف منهم ولا الخوف عليهم؟ كأن دي في عنصر ثالث هيدخل. ايه العنصر الثالث؟ ربما يأتي واحد يظهر انه يحبك، يقول لك يا شيخ مت، يا شيخ الداخل للايام اللي جاي، يا شيخ ربما مش عارف ايه، يا شيخ ايه، ويدخل بقى ايه، يقول له ما تخافش عليه. ما تخافش، يعني كل واحد يوفر ايه، يوفر كلام. ولا هم ايه، ولا هم يحزنون. كلمة ولا هم يحزنون معناها انه ستأتي في تصرفات الحق معهم ما يفرحهم بانهم تصدقوا، اما بسرعة الخلف او برضا النفس او برزق السلب كما قلنا، برزق ايه؟ لان احنا قلنا ان آفة الناس انهم ينظرون الى رزق الايجاب دائما، رزق الايجاب يعني دخله قد ايه، ولا ينظرون الى رزق السلب. ورزق السلب دي هو محط البركة. رزق السلب، هب ان انسانا راتبه 50 جنيه وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تصرف منه 100 جنيه، كما قلنا يدخل فيجد ولده متعب عنده حرارة، فيدخل الله المسألة على قلبه بالرضا والاطمئنان، ويطلب من أم الولد أن تصنع له كوب شاي وأن تعطيه قرص أسبرين وتنتهي المسألة. ورجل آخر يدخل فيفزع ويقذف الله في قلبه الرعب ويأتي بالخيالات والأوهام في المرض، مناخية شوكية مش عارف ايه، ثم يذهب الى الطبيب لينفق له 20-30 جنيه ودكها اضاها بقرش سال. اسم رزق ايه ده؟ رزق السلب. فكما يرزق الله بالإيجاب يرزق بالايه؟ يرزق بالسلب، يعني يسلب المصرف، يسلب المصرف. وفي واحد يبقى دخله 100 جنيه وربنا يجيب له مصارف تاخد منه 200، وواحد دخله 50 جنيه ويسلب الله عنه مصارف تصرف منه 100 جنيه، يبقى نقول لأحسن. يبقى الناس بتنظر الى ايه؟ ولا هم يحزنون دليل على انه سيأتي نتيجة النفقة بدون من وبدون اذن ما يفرح. اللي يفرح ده ايه؟ يا ترى من جنس انه يزيده بالبركة او يزيده بسلب الايه، بسلب المصارف عنه، ويقول يا سلام اهاديا ده بركة الصدقة اللي أنا اعطتها مش عارف ايه، يوم ايه يفرح، تصدق بشيء وربنا خد عنه ايه شيء اخر كتير، يوم ايه يفرح. ولا هم ايه، ولا هم يحزنون. وبعد ذلك ينبهنا الحق سبحانه وتعالى الى قضية، هذه القضية ان لم تجد بمالك فأحسن بمقالك. الله. لن تسعوا الناس بإيه؟ بأموالكم، فسعوهم بإيه؟ يبقى يجي لك واحد يطلب منك حاجة، يبقى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى. ما معنى قول معروف؟ عادة تجد يقول لك المعروف والمنكر مقابل ايه؟ المنكر.
لأن الأمر الخير أمر متعارف عليه بالسجية كده، فكأن المتعارف عليه دائما من جنس الجمال ومن جنس الخير، والذي تنكره النفس من جنس الشر ومن جنس القبح. ولذلك يقول لك قول إيه؟ معروف. فكأن من شأن الجمال من شأن الحسن أن إيه؟ أن يكون معروفا، ومن شأن النقيض أن يكون إيه؟ منكرا. فقول معروف بأن ترده الرد الجميل بحيث لا تحفظه عليك، وبحيث لا توبخه أنه إيه؟ سألك. وإذا كان قد تجهم عليك تجهم المحتاج فاغفر لهما، أن في إنسان صياط الحاجة تلهب ظهره، ورآك أهلا لغنى أو ليسار أو جدة يمكن يعني يزود لسانه عليك شوية، لك يا أخي اديني من أنت، ما أنت مش عارف إيه برضو إيه، اغفر له. يبقى قول معروف منك ومغفرة له إن إيه؟ إن ألهبته صياط الحاجة، فاضطر إلى أن يتلفظ بألفاظ قد تغضبك وقد تخرجك عن إيه؟ عن طورك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال لك إذا كنت أنت بتصنع مع الله معاصي وربنا يحلم عليك ولا يعجلكش به، فإذا ما إنسان صنع معك شيئا فكن أيضا إيه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نحب، مدام بنحب أن يغفر الله لنا يبقى إذن لازم نغفر لإيه؟ وخصوصا المحتاج. وبعد ذلك حين يقول كلمة غني، يعني لا تظن أن الباب الذي حرمت به الفقير، لا، إنما حرمت به أجر الله. يبقى أنت اللي محروم لأن الله غني عنك. ها أنتم هؤلاء تدعون لإيه؟ لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، عن نفسه. ها؟ والله الإيه؟ الغني، وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لأنني غني لمين؟ غني بعبيد اللي أسخرهم لمين؟ يعني ما تفتكرش انك انت سديت باب الايه الرحمة، انت منعت عن نفسك باب رحمة، انما فيه اناس مهيئين لان ايه يفتح لهم باب هذه الايه الرحمة. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه ثم لا يكونوا امثالكم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. يبقى خسارتك خسارتين، خسارتك انك انت انقصت مالك صحيح لان مش هيعوض عليك مدام بمن واذى، وحرمت الثواب، وحرمت ايه الثواب. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. مدام بينفق عشان الناس يقولوا انه منفق، يقول له الحق سبحانه وتعالى انما اعطي الاجر على قاعدة أن الذي يدفع الأجر هو من عملت له العمل. أنت مش بتدي أجر لمن إيه؟ لمن عمل لك. الإنسان ياخد أجر ممن ممن عمل له، وأنت عملت للناس مش كده؟ والناس خد بقى منهم أنت. طب وهتحشرني أنا ليه بقى في الحكاية دي؟ أنا ماليش علاقة بالحكاية دي، أنت عملت رئاء الناس خلاص. أنا مش أقول له إيه يأتي يوم القيامة وأظن أنه فعل وفعل، أنه يقول له أنت فعلت ليقال وقد قيل. خلصنا. فعلت ليقال وقد قيل. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الإيه؟ رئاء الناس. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فكأنك إياك أن يدخل في بالك كما يدخل في بال كثير من الناس، يقول لك ده الصدقة دي عشان ربنا يوسع رزقي. طب افرض انه ابتلاك ولا وسعش عشان يشوفك تثبت ولا ما تثبتش، ما تعملهاش عشان هتوسع رزقك، لان اصل الدنيا عند المؤمن مش هي دي، حتى تانية يمكن ما ادكش هنا لانه لا يريد ان يعطيك في الفانية ويريد ان يدخر لك في الباقية.
تبقى لازم ايه؟ لازم تفهم دي يعني. ولا يؤمن بالله واليوم الايه؟ فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان الحجر الاملس، حجر يعني نشبهه كده بالنار والزلطة دي. ولذلك يقولون الاصلع هي صفواني، يعني راسه زي الصفوان. الله، الصفوان قال لك الاملس ده معنى كلمة املس يعني انه ملوش مسام، او ملوش مسام مدركة، وان كان في الواقع هو له مسام برضه، بس مسام ايه؟ يعني ناعم غير محسوس. المسام لما بيكون ناعم ويجي عليه ايه؟ تراب، ثم يأتي المطر فينزل على التراب، نظرا لانه املس ما يفضلش حاجة على ال مش كده؟ لكن لو في شوية خشونة كده يمكن شوية ينزلوا ايه من التراب، يفضلوا ايه لحد ما تجيب بقى فرشة ولا ليفة ولا اي حاجة تعملها. ام قال اهو اللي بينفق المال بتاعه رئاء الناس زي ايه؟ زي الصفوان، جو عليه شوية تراب، وبعدين جه التراب ده نزل عليه الايه؟ المطر. المطر ما لا يقدرون ايه؟ مما كسبوا، ما فيش حاجة هي. مش كده؟ ربنا هيجي للاشياء اللي عملوها فيجعلها هباء ايه؟ هباء ايه؟ منصوره. فمثله كمثل صفوان، اي حجر ناعم املس ما فيش فيه خشونه، تحتجز بعضا من التراب، فاصابه ايه؟ عليه تراب، فاصابه وابل، مطر ايه؟ مطر شديد، فتركه صلدا بيلمع لا شيء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء المقابل بقى، مش الصورة المقابلة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ابتغاء مرضات الله دي خلاص هيخرج الرياء، مش كده؟ ايه حكيت وتثبيتا من انفسهم؟ تثبيت من انفسهم لمين؟ لانفسهم برضو. تثبيتا من انفسهم لمين؟ لانفسهم برضو. فكأن النفس الايمانية بتصادمها النفس الشهوانية، تقوم لما تيجي النفس الايمانية تطلب اي حاجة تقوم النفس الشهوانية ايه؟ تمنع، تقوم النفس الإيمانية تدكها. تثبيتا من أنفسهم يعني تثبتوا على أن الإنسان يحب نفسه حبا أعمق، مش حب أحمق، يحب نفسها إيه؟ حب إيه؟ والعملية في الإنفاق أولها الإنفاق في سبيل الله، ومرة ثبت نفسه بأن يهب دمه، وثبت نفسه تانية بأن يهب إيه؟ ماله. يبقى هي الاثنين فيها التثبيت ولا لا؟ وتثبيتا ايه؟ من انفسهم. طيب، كمثل جنة، احنا قلنا ان الجنة دي تطلق في اللغة على المكان اللي فيه الايه؟ الزرع، مخضر لدرجة ان هو يستر من يدخله من ايه؟ من جنة، بمعنى ايه؟ ستر، بمعنى ايه؟ يعني اللي يدخل فيه ايه؟ يبقى مستور. هات بقى الجنة اللي هي يبقى اذا الله يريد ان يضرب لنا مثلا للصنف الثاني اللي ما عندوش رئاء، اللي بيبتغي مرضات مين؟ الله. قال لك جنة بستان فيه المزروعات الجميلة التي تستر من يدخل ايه؟ يعني كثيفة زي الغيضة كده. قال لك والجنة دي مش بس جنة كده، ده بربوة. بربوة يعني بمكان ايه؟ بمكان عالي. احنا كنا بنسمع هذا الكلام قبل ما رجال الزراعة يقعدوا يقولوا لنا المياه الجوفية ومش المياه الجوفية وبتاع، لان لما تكون بربوة يبقى حواليها ايه؟ واطي. حواليها واطي دي يعمل ايه؟ ينزل المايه، ما يخليش في مايه جوفيه ابدا، لان المايه الجوفيه دي لما توجد بتعمل ايه؟ بتيجي في جذور النبات الشعريه دي وتخليها تعفن،
تقول لما تعطل ما تمصش غذاء النبات، يقوم النبات ايه يصفر الاول وبعدين يزبل وبعدين يموت. لكن لما تكون برده يبقى اكن لها مصارف من حولها كلها، مش كده معناها لها ايه مصارف من حولها. وبعد ذلك ما تكون جنة بواب وعالية كده يقوم يجي لها تنسيق ازاي؟ هتنسيق من المطر. المطر ده يجي لها وابل. ام قال لك اهو يروها من ايه؟ من اعلى. اهو احدث الوان الري دلوقتي والزراعة انها بتيجي من ايه؟ من اعلى. ليه؟ لان هتدي وظيفتين اتنين. الوظيفة الأولى أنها تنزل على الأوراق، الأوراق بالنسبة للنبات زي الرئة بالنسبة للإنسان، زي الرئة التنفس زي الرئة تمام. فإذا ما نزل الماء من أعلى يبقى يعمل إيه أولا؟ يغسل الأوراق، يخلي الأوراق تؤدي دورها في التمثيل الكروفيلي أداء إيه صح. ثم تنزل بعد ذلك الى الايه؟ الجذور. الى الجذور تروي تاخد منه، والزائد بيتصفى فين؟ في الواطي. بيتصفى في الواطي. دي احدث عمليه في الايه؟ في الزراعه. ولما بيعملوا كده قام قال لك ده المحصول بيتضاعف. المحصول بيتضاعف. فربنا بيقول ايه؟ ان اللي بينفق باله بقى ابتغاء مرضات الله وتثبيتها من انفسهم كمثل جنه بربوه أصابها وابل، الوابل المطر الايه الشديد اللي ينزل، فآتت أكلها ايه ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني الطل يكفي الايه اللي هو المطر الايه المطر. والله بما تعملون ايه؟ والله بما تعملون بصير. كلمة فآتت أكلها ضعفين يعني ايه؟ آتت أكلها ضعفين. طب الضعف هو ايه؟ الضعف قد الشيء وضعفين يبقى قده كام؟ يبقى 4 مرات. وده مأخوذ من كلمة ايه؟ طب ده كلمة الضعف دي تدل على غير هذا؟ نقول له لا، لانك اذا رأيت الثاني استضعفت الاول، فكأن الاول بالنسبة لنا ده ايه؟ الذي اظهر ضعفه الثاني. لما ادال 2 يبقى ضعف مين؟ ولما يدل 4 يبقى ضعف مين؟ يبقى ادي جاي المعنى من هنا. فآتت أكلها إيه ضعفين، فإن لم يصبها وابل فإيه فطل، والله بما تعملون بصير. أريد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا أيضا في الشيء المقابل اللي هو رئاء الرئاء. يقول أيود أحدكم أن تكون له أشركنا الحق في الإيه في الصورة. قال أيود أحدكم، الحق بيستفهم منا، أيود أحدكم بده يقررنا، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. طب النخيل والأعناب دي أهم حاجة في الله، وبعدين إيه يبقى فيه إيه برضو من كل الثمرات؟ مش احنا برضو بنشوف بيبقى الجنينة فيها نخيل وعنب وبعدين نعمل فيها شوية خوخ وشوية إيه عنب وشوية مش عارف فيها حاجات كتير، إنما جاب إيه اللي هم اللي هو ايه النخيل. ولذلك هناك في اصحاب الجنه لما ضرب له كان له ايه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ايه زرع كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه ايه وفجرنا خلالهما وكان له ايه ثمر. يعني في حاجه ايه في حاجات تانية. في يقول لك يسميه عطف العام على الايه على الخاص او الخاص على الايه على العام، ليذكر الشيء مرتين، مره بخصوصه ومره في عموم غيره ومره في عموم. طيب ايه الحكايه دي؟ له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار، تجري من تحتها الانهار. تجري من تحتها الانهار دي دليل على ان المائيه فيها مملوكه لها، المائية فيها مملوكة لها تجري من تحتها. وحلما يجي يتكلم عن الجنة في الآخرة يقول لك إيه جنات تجري، مرة يقول لك من تحتها الأنهار وجنات تجري إيه تحتها الإيه، يعني ما يجيبش من تجري تحتها، إنما يمكن نبعها من حتة تانية مش كده، إنما تجري من تحتها يبقى نبعها من إيه، يبقى في ذاتية لها ولا لا، في إيه مش جاي من عند واحد يمكن يحشها عني لا.
له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. الله، الجنة بهذه الصفة وفيها ثمر كتير جدا، وأصابه الكبر يعني لم يعد عنده من فتوة الشباب ما يستطيع أن يعد شيء تاني بقى. يبقى كأن فيها خير، وهو أحوج ما يكون إلى ذلك الخير، لأنه أصبح في الكبر لا طاقة له على أن إيه؟ ما يعملش حاجة تانية. يبقى شوف نفسه متعلقة بها ليه، وياريته هو كان على قده كان يصبر. قال وله ذرية ضعفاء. تصوير صعبها قوي بقى. هو بيقول أيود أحدكم أن تكون إيه؟ وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وأصابه الكبر، يعني خلاص ما عادش يقدر يعمل منشآت جديدة بقى، انتهى. ياريته على قد نفسه، يمكن كان يصبر على روحه. قال لك وله ذريه وذريه ايه؟ ضعفاء، ما يقدرش يعملهم. يبقى كم حاله، الجنه فيها كل حاجه، وبعدين الرجل اصابه الايه؟ الكبر، وله ايه؟ ذريه ايه؟ ضعفاء. وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ شوف بقى، شوف الابتداءات المطمعه. ابتداءات ايه؟ مطمعه. يقول لك واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء، فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. ضاعت كلها وهو كبير وفي ذرية ضعيفة. شوف الحسرة تبقى ايه. كذلك الذي يفعل رئاء الناس، يظن انه عمل وانه عمل وانه عمل وانه عمل، وبعدين اذا جاءه لم يجده ايه، ووجد الله عنده. ما هو الاعصار؟ انت طبعا فاهمين الاعصار، ان الريح الايه الشديد اللي بيجي يقتلع. الاعصار ده اول صورة له اللي احنا نسميها ايه، بتاعة العفريت، دوامة دي، تعمل دوامة كده تدوم كده وتطلع عمود لإيه؟ عمود للسماء كده اللي فوق، ده الإيه؟ الإعصار. والإعصار بس مش فيه تراب، ده فيه إيه؟ فيه نار فإيه؟ فاحترقت. يبقى ضاعت ليه؟ أهدي لا يقدرون ما كسبوا على شيء ولا لأ؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبقى اذا كل واحد ساعة ما ينفق يفتكر المثل ده، نقول له شوف الابتداء المطمع والانتهاء الايه الميئس، لان الابتداء لما يبقى مطمع وبعدين الانتهاء يبقى ميئس، يبقى الفجعه ايه؟ شديده. يبقى الفجعه شديده. يقول لك فاصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء. ما دام قبض على الماء كده يقول لك ده خانته فروج الاصابع، راحت مضيعه. كما ابرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. هم عطاش ولا لا؟ وشافوا الغمامة جاي قال لك ننطرنا، وبعدين ساعة ما يشوفوها كده يبقى فيه. فكذلك الذي يرائي، يبقى يخسر حاجته، وبعد ذلك لا يقدر مما كسب على ايه؟ لا يقدر مما كسب على شيء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. دي بتعالج صور في المجتمعات. هذه الصور ما بنعملش عملية تعمية، لا، بنواجه المجتمع بالصور اللي يمكن ان توجد فيه. وده المجتمع ده كان في المدينة برضو، كان في الايه برضو، بعض الناس كان يجيب العسق من النخلة فيه البص ويعلقه في المسجد عشان اللي عايز ياكل. فيها ناس كانت تجيب الحشف والبصر اللي ما كملش نضجه ومش عارف ايه، وبرضه تحطه. ويجعلون لله ايه ما يكرهون. برضه ربنا بده يعالج هذه، يقول انفق من طيبات ايه؟ ما كسبت. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تجيبش الرديء رزال المال وتنفق ايه؟ منه. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قل له بالله لو أنت حد حيديه لك كنت ترضى تاخده؟ ما كنتش حضرت تاخده إلا إذا كنت تغمض بقى. إلا إذا كنت إيه؟ لا، أن تغمضوا فيه يعني تاخدها بقى، أو أن تغمضوا فيه يعني ما تاخدوش إلا إذا خسسوا لك الثمن. يعني لو كنت رايح تشتري ويديك ده يقول له ما ترضاش تاخده، يقول لك طب هنعمله بربع الثمن ولا بنص، تبقى تاخده. يبقى اذا كنت انت ما تقبلوش على ايه؟ لنفسك. ما تقبلوش لمين؟ لغيرك. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم
ومما أخرجنا لكم من الأرض. والحق سبحانه وتعالى يريد منا أن يذكرنا دائما بأنه حين يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم أن لا تجعل الكسب هو الأصل في الرزق، ولكن الكسب دي حركة، والحركة في إيه؟ في منفعل لك بالحركة. أنت بتتحرك في إيه؟ أنت بتتحرك بأدوات متعددة، بتتحرك بفكر يخطط مش كده؟ وطاقة تقدر في إيه؟ في أرض. ما فيش حاجة منهم بتاعتك، ما فيش حاجة منهم بتاعتك. إيه كلمة كسبتم دي؟ أنا بديها لكم بس عشان أحترم حركاتكم، إنما أنا اللي أخرجت من الإيه؟ أنا اللي أخرجت من الإيه؟ من الأرض. نعم. ومما أخرجنا إيه؟ لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه، أي الرديء، تنفقوا ولستم بآخذيه إن أعطي لكم إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. نعم. أراد الحق سبحانه وتعالى بعد هذه الصور اللي احنا نفهم أن النفقة تنقص، قال لا ده هتزود زي 700 مش كده؟ وقال ما تبطلوش الأمن بالمن والأذى، وقال قول معروف ومغفرة خير إيه، وقال ما تعملوش رئاء الناس. إذن كل آية بتعالج إيه؟ آفة من آفات الإنفاق. فإن كانت آفة الشح عشان ينقص المال عالجتها الآية الأولى، الآفة الثانية اللي يذهبها المن والأذى عالجتها الآية الإيه؟ الثانية. الآية الثالثة جه رئاء الإيه؟ وأعطانا الصورتين خلاص. وبعد ذلك الآية دي بتعالج الرزال من المال، انني انفقه، يقول لك لا انفق الايه الطيب مما اخرجنا لكم من الايه من الارض. بيقول بعدين قد يأتي الشيطان يعدكم الفقر ان انتم انفقتم. نقول له والله لو كنت انت اللي بدينا كان يبقى الفقر مؤكد. صحيح لو كنت انت اللي بتديني كان يبقى الفقر مؤكد. صحيح. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ايه يأمركم بالفحشاء؟ لانك حين تقبض يدك عن المحتاج ادخلت في قلبه الحقد، وما دام قد دخل في قلبه الحقد، أي مجتمع يدخل في قلبه الحقد كل المنكرات تأتي فيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين عالج هذه المسائل يقول إنما الحياة الدنيا لاعب إيه؟ ولا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما يقولكش هات المال اللي أنت إيه؟ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وما دام يخرج الضغن في المجتمع يبقى على المجتمع السلام، ولا يمكن أن يبرأ المجتمع أبدا إلا بضربة قوية بقى تخلي الإنسان إيه؟ يفوق وينفض نفسه من هذه الإيه؟ المسألة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فمن استمع إلى وعد الشيطان ولم يستمع إلى وعد الله يبقى كمن رجح عدو الله على الله. يؤتي الحكمة من يشاء. تأتي هنا كلمة الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه النافع. فكأن الله يقول كل ما أمرتكم به هو عين الحكمة. ليه؟ لأنني أريد أن أؤمن حياتكم الدنيا في من تتركون من الذرية الضعفاء وأؤمن لكم سعادة الآخرة. فإن وضعت هذا يبقى الوضع بتاع الإيه؟ الحكمة. ده الوضع بتاع الإيه؟ الحكمة. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى أراد أنه يستغل عطفة الإنسان على أولاده، وعطفة الإنسان على أولاده لأن الإنسان تمر عليه فترة من الزمن يهون أمر نفسه عنده ويبقى يشغل بمين؟ بأمر الأولاد. يمكن يجوع عشان يشبعوا ويعرى عشان ينكسهم. ولذلك قلنا إن سيدنا إبراهيم
أول حياته ابتلي بالإحراق في النار فصبر ولا لا؟ وفي آخر حياته ابتلي بذبح ابنه. ابتلي بذبح مين؟ لأن أصله في الفترة بتاعت السن المتأخر دي تعلق الإنسان بابنه أكثر من تعلقه بإيه؟ بنفسه. وإلا كان الترقي في الابتلاء يقتضي العكس. ترقي في الابتلاء يقتضي الإيه؟ يقتضي العكس. ولذلك ربنا حب يضرب لنا على هذا الوطن يقول لك إيه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إن كنت خايف عليهم وعايز تأمن حياتهم فليتقوا الله وليقولوا إيه؟ وليقولوا قولا إيه؟ قولا سديدا. أمن لهم في يد مين؟ في يد الله. وقصة أهل في قصة الكهف حتى إذا أتى إيه؟ أهل قرية استطعما إيه؟ أهلها فأبوا أن يضيفوها فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا لأن نحن استطعمنا الدول ولا الدناش مش كده ولا لا؟ فكأنه يريد أن يعاقبهم. لا، ده العقاب بإنني نبني الجدار، لأن ما دام استطعمناهم فلم يطعمونا يبقوا لئام ولا مش لئام؟ لئام. طب اللئام دول بالله لو الجدار وقع والكنز بتاع الفقراء بان كانوا يخلوه للفقراء ولا ياخدوه؟ يبقى احنا عملنا فيهم فصل ولا لا؟ عملنا فيهم فمقلب. ايوه. وبعد ذلك جاب العلة مش كده؟ فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان إيه؟ أبوهما صالح. يبقى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا. صدقة ولا مش صدقة؟ صدقة بنص هذه الإيه؟ هذه الآية. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، العقول اللي بتشتغل بلب الشيء. ولذلك مثلا سيدنا الحسن البصري ادانا الفكرة في هذه المسألة، ادانا الفكرة في هذه المسألة. كان لما يدخل عليه واحد يريد منه شيئا ما هو بيضع الحكمة يقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. جه يحمل زادي إلى إيه؟ إلى الآخرة بغير أجرة. بيشتلوني كده يوديه للآخرة، يوديه للإيه؟ يوديه للآخرة. تبقى دي حكمة ولا مش حكمة؟ حكمة. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ليه؟ لأن بينظر إلى الخير لا بمقدار زمنه ولكن بمقدار ما يعود عليه بعد الزمن. نعم. وما يذكر إلا أولو الألباب. احنا قلنا مثلا التلميذ الذي يجد في دروسه ويتعب وينصب ويسهر الليل وهو إلى آخره ويمكن يقعد يأكل والكتاب في إيده بيشقى ولا ما بيشقاش؟ عشان إيه؟ عشان حاجة هتحصل بعد كام سنة. يبقى ده حكمة ولا مش حكمة؟ طب وأخوه الذي يؤثر أن يلعب وأن يلهو، نقول هو حب لنفسه الراحة، حب لنفسه الراحة، إنما هيريح نفسه قد إيه إن شاء الله؟ كم سنة وبعدين يبقى صعلوك من صعاليك المجتمع ولا لا؟ يبقى ما أوتيش الحكمة. يبقى الحكمة وضع الشيء إيه؟ في محله موضع. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإن الله وما للظالمين من أنصار. إيش حكاية من الظالمين مقابلة لدي؟ ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. النذر ده أن تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله فوق ما شرع الله. يعني إذا نذرت أنك أنت تصلي لله مثلا كل ليلة مثلا كذا ركعة من جنس ما شرع الله ولا لا؟ أنه شرع الصلاة لكن فوق ما شرع الله ولا لا؟ النذر ده بيقال فيه أن الذي ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما شرع الله دليل على أن العبادة حلت له، ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه وأن ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه، فكأنه في افتراضه رحيم
لو فرض ما يستحق قدره كان يبقى ايه؟ يبقى شيء كتير. يبقى اذا لما تنذر معناها ايه؟ انك تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله لك فوق ما شرع الله لك. والنذر انت حر ان تفعله او لا تفعله، ولكن اذا نطقت به فقد لزم. اذا نطقت به فقد لازم بقى واجب عليك، لانك انت اللي الزمت بايه؟ انت اللي الزمت به ايه. ولذلك من العقل ان الانسان ما يبقاش يتورط وهو يعني تاخده الشهامه كده في مره ويقعد يصرف في الايه، لانه ساعه الاداء يمكن ما يقدرش، وبعد ذلك ساعه الاداء ما يقدرش، يبقى نقول له انت جربت ربك فلم تجده اهلا لاستمرار الود. فمن الأحسن أنك أنت إيه؟ تتريث شوية. نعم. فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الذين يظلمون إيه؟ يعني من الظالمين؟ الظالمون لأنفسهم. ليه؟ لأنك أنت مدام ظلمت نفسك يبقى هذا هو أشد الإيه؟ لأن ما يترتب عليك من الجزاء في الآخرة إنما نتيجة إيه؟ ما ظلمناهم ولكن الناس أنفسهم إيه؟ أنفسهم يظلمون. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. تبدوها أي تظهروها، أبديت الشيء أي إيه؟ أظهرت. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، نعم ما فعلتم أن تبدوها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون إيه؟ خبير. خبير دي مناسبة إيه؟ مناسبة الاثنين. واحد يقول لك ده خبير دي عشان اللي بيخفيه، عشان اللي يقول لا ده هو اللي بيبديها برضو خبير، لأنه بيبديها بنية إيه؟ بيبدها بنية ايه؟ يبقى بعضهم يأخذ التزييل في الآية ليخدم قضية ويترك القضية الأخرى. نقول له لا، التزييل في الآية جاي للاثنين، جاي لأن لا الإبداء في ذاته حيعطي الخير ولا الإخفاء في ذاته حيعطي الخير، ولكن النية في الإبداء والنية في الإخفاء هي الخير. قال لك إذا كان غني لازم يبدي الصدقة حتى يحمي عرضه من وقوع الناس فيه. يحمي عرضه من وقوع، لأن الناس الذين علموا غناك لا بد أن يعلموا إنفاقك، وإلا فقد حسبوا عليك الغنى ولم يحسبوا لك النفقة. شوف ربنا بده يحمي أعراض الناس من الناس، يحمي أعراض الناس من الناس. طب فإن كنت غير ظاهر الغنى، محدش أنت مدكن الحكاية ولا حدش عارف إنك غني، أما لك أهو لما تخفيها يبقى هنا كويس، لما تخفيها يبقى إيه؟ يبقى هنا إيه؟ كويس. فإن كنت تبديها ليتأسى بك الناس وليس في ذهنك أن تكون مرائيا، يبقى الله بما تعملون ايه؟ خبير. الله بما تعملون خبير، فيجازي على قدر نية العبد في الإبداء او في الإخفاء. والى لقاء اخر ان شاء الله.